السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. مشاهدي قناة شوف تي في، عواشر مبروكة وذكرى عيد مولد نبوي شريف، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيش إن شاء الله. احنا اليوم جينا عند الأخ ديالنا اللي كان بناي، طاح من داك السرير وتهرس من رجلو عواجت، وطلبوا لي عملية بمليون ونص. اسمك الله بوشعيب. بوشعيب، سي بوشعيب كيطلب من خوت المحسنين يتعاونوا معاه باش يجمع كلفة هذه العملية هذه. كيقول لك انا ما عمرني مديت يدي لشي حد، انا اليوم طلبت مديت يدي للمحسنين باش يتعاونوا معايا باش تصح لي غير رجلي ونخرج نخدم على بكتافي. ياك سي بوشعيب، عاود لينا سي بوشعيب شنو واقع. السلام عليكم اخويا، انا وقعت لي حادثة شغل بحكم ديالي، انا معلم بالناي. غوت مزيان باش المشاهدين يسمعوا، حيد الكاسكيطة باش. وقعت لي حادثة شغل بحكم انني بالناي، طحت خدام في قطاع غير مهيكل، يعني ما عندك الاوراق لا والو. لا، ما عندي الاوراق لا والو، ومشيت للسبيطار، ناس في السبيطار محمد الخامس، وقيت تماك ناس يعني قالوا لي غتشد رانديفو على حساب سكانير، كاين سكانير واحد. انا مع ديك الحر ديال رجلي وداك الشيء كتمهرس، ما قديتش نصبر، ما يعني اول حادثه ليا، ما عنديش تجربه في هذا الشيء. خرجت مشيت عند الجبار، بقيت متبع، ما براتش لي رجلي، برات لي عوجه. دابا بقيت دابا شي مده ديال 8 اشهر، دابا انا بقيت بحال هكا، ودابا كنضطر انا نخدم بيها، كنبريكولي بيها. الظروف شويه صعيبه. غير كريم مع العائله ديالي شويه فحالهم، ما كاينش لي يتعاون معايا، ما كاينش يعني. كنطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا باش ندير هاد العمليه. انا ما عمرني ديت يدي، ولكن ظروف خايبش. كنمشي كنطلب حتى شي حاجة، ما باغي نخدم كتاب، كنضرب تمارة الحمد لله، ولكن جات ليا صحتي ما عندي ما ندير. كنطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا، يعني ما كطلبش بزاف، شي 15 ألف درهم. وأنا حاولت نجمعها ولكن ما قدرتش، يعني كاري والمعيشة ديالي، عندي غير الوالدة هي اللي بقات عندي، خوتي ما بحالهمش، كاع العائلة ما بحالهمش. هادشي اللي كاين اخويا. شحال دابا باش وقعت لك هاد الاكسيدون هادي؟ دابا شي 8 اشهر. 8 اشهر وانت صابر برجلك هكاك؟ 8 اشهر، وكان بريكولي بيها، كنخدم بيها، يعني باش ما يعني طرف ديال الخبز. طرف ديال الخبز اخويا، حيت راه ما عنديش اللي يصرف عليا انا بوحدي، ما عنديش. الوالد عندي موفي، بقات عندي غير الوالده، ما يعني العائله ظروفهم الماديه شويه خايب. شعيب كنحس بك كتهضر وانت متاثر، دموع في عينيك يا بشعيب. شنو ندير اخويا، غالب الله غالب الله اخويا، ما عندي ما ندير. كنطلب من الله ومن المحسنين يتعاونوا معايا في هذه المحنه هذه، الله لا يضيع اجر المحسنين. مشاهدي قناة شوف تي في، سي بشعيب كيهضر وحشمان وما قادرش يعبر على داكشي اللي كيحس بيه. يعني الا جينا نشوفو رجلو عوجه، يعني برات ليه عوجه، حيت ما كانش عنده ديك الامكانيات باش انه يمشي للطبيب في ذاك الوقت اللي كان يعني رخيص ولا ساهل انه يداوي رجلو. الاخ بشعيب ما كيطلب والو، كيقول لك عافاكم عاونوني غير باش ندير العمليه، ما باغي حتى شي حاجه ونخرج نخدم بكتافي. ياك سي بشعيب. نعم اخويا، انا كنت بديت مشيت عند الطبيب، هذا التصاور ياك ديال التصاور ديال الراديو، وقال لي الراديو راه ما بين لينا والو، خصك دير سكانير. عطاني الوراق باش ندير، باش دير سكانير. ما درتش سكانير ياك؟ لا ما درتش سكانير اخويا، وصلت غير الراديو. هذا راه تقانوا عليا بفيزيتا ديال الطبيب، وهادو جوج تصاور 600 درهم باش تقانوا عليا، والسكانير قال لي غيطلبوا لك 1200 درهم. يعني وصلت سكانير تحديت، ما قدرتش نزيد قدام، يعني الظروف الماديه ما كاينش اخويا باش نزيد قدام والو. ودابا منين كتكون خدام بها بحال هكا كتضرك اخويا؟ معاناة، كنعاني بزاف ولكن صابر. يعني كتخدم بها هي والعكاز؟
ما كان قلتش اخويا شي واحد نقول لها عطيني كان قلتش صابر وخدم يعني دموع الرجال وما هذا. مشاهدي قناة شوف تيفي، الاخ بشعيب بغانا كاملين تعاونوا معاه، حتى يعني باللي كان، حتى لما عندك والو تقدر تعاونوا غير تبارطاجي هذا الفيديو على الله يوصل للمحسنين وتعاونوا مع الاخ بشعيب. سي بشعيب شنو تبغي تقول للمحسنين اللي كيشوفوا فيك ولا المشاهدين اللي كيشوفوا فيك دابا، شنو تبغي تقول لهم؟ شنو نقول لك اخويا حقيقة خرج خرج سي بشعيب، لا اجد كلمات معبره بحقيقه صراحه. اللي اش نقول يعني اللي شاف من هذه الحاله وهذا راه غير يخلص الله تعالى، انا ما لا اجد له الا كلمه شكر. هذا هو في احد الاستطاعه ديالي، ما نقدرش ما عرفتش ما نقدرش نعبر. للاشاره مشاهدي قناه شوف تيفي، الاخ بشعيب ما قادرش يهضر، ما قدر يقول حتى شي حاجه، ما رضاش، المهم ما قدرش يعبر على داكشي اللي كيحس به هو. اخ بشعيب بغى المحسنين يعاونوه، الرقم ديالو كاين في العنوان ويقدر يقولوا لنا دابا. ياك سي بشعيب قلنا الرقم ديالك 06 27 77 56 07 27 27 29 29 77 56. اخ بشعيب كيسكن في ازم في ضواحي ازمور، كيسكن بالضبط في دوار سيدي حمو جماعه سيدي علي بن حمدوش دائره ازمور. اخ بشعيب كيقول لك انا ما كنطلب حتى شي حاجه، انا باغي اللي يعاوني باش نصح ونخدم على راسي. الاخ بشعيب عنده 40 سنه، ما عنده لا وليدات لا خوت، عنده ميمته بوحدها، انت اللي معيش الميمه ديالك ياك، يعني كتصرف على الام ديالك، الا ما صرفتيش عليها انت شكون اللي يصرف عليها؟ ما عندك حد، وحداني يا اخ بشعيب. كيف ما كتسمعوا مشاهدي قناه شوف تيفي، يعني حنا قبيله كندردشوا معاه وداكشي، قال لك انا خدام على امي، الا ما خدمتش عليها انا ما كاينش اللي يجيب لها تطرف ديال الخبز. نقدر نشوف رجلك بشعيب نوريوها للمشاهدين ديال قناه شوف تيفي. هاي رجل بشعيب، يعني هو باغي يخدم عليها وما كيقدرش، يعني هاي منفوخه. ها انت شوفوا الفرق بين الرجلين بجوج، يعني حاله ساهل سي بشعيب، حاله ساهل، ما عندوش شي حاجه اللي صعيبه. كنتمناو ان المحسنين يعاونوه يوقفوا معاه في هذه الحزه هذه باش يخرج يخدم بكتافه. هو دابا باغي يخدم وما قادرش، احنا كندوي معاه وحاد راسه وما حشمان ما قادرش يشوف حتى في الكاميرا. كيقول لك انا خدام دابا خدام كنبني وبعكاز. بشعيب قرب الميكرو وقول لنا كلمه اخيره اللي تقول للمحسنين. كلمه اخيره اللي بغي نقول لهم الله يجازيكم بخير. هاد المحنه اللي عطا شي اخ مسلم، هاد المحنه اللي عطا شي اخ مسلم، انا ما بغيت حتى واحد صراحه. انا جربت اخويا وعيني تما نشوف شي واحد في حالي، رغم انني مهرس ثقه في الحال. هادشي اللي بغيت نقول هو اللي تعاون معايا الله يجازيه بخير، الله يخلص، والله اللي غادي يخلص. هادشي اللي مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني العواشر هادي وكنشوفو دموع بشعيب نازلين، يعني بغا خوتو المغاربه يتعاونوا معاه. تمنين ان دابا حنا في هذا المباشر هذا وتليفونو يصوني ولقاو شي محسن انه يتصل به ويعاونوا باش ما سخر الله. هو كيقول لك انا ما كرهتش، انا بلا ما يعطيهم ليا فلوس يهزوني، انا ما كرهتش اللي يتصل بيا ويقول لي انا طبيب الفلان فلاني جي عندي نداوي لك رجلك. بشعيب ما باغيش شي حاجه. مالو هاد السيد؟ رقم الهاتف ديالي سيد، ما فهمتش التعليق ديالك مطالب تسام. المهم رقم الهاتف ديال السي بشعيب يعاودوا لينا مره اخرى. قلنا بشعيب 06 27 29 77 56. مشاهدي قناه شوف تيفي عافاكم، بارطاجيو هاد اللايف هذا باش نتعاونوا مع الاخ بشعيب حتى هو، وبغاه هو الامنيه ديالو الوحيده. شنو هي السي بشعيب؟
الأمنية ديالي الوحيدة هي نتعالج ليا تصح ليا الريسيرش، وتخرج تخدم بكتافك ياك سي بشعيب. ما يهمنيش شي حاجة أخرى، حتى حاجة ما تهمني. كيف ما سمعت مشاهدي قناة شوف تيفي كيقول لك انا ما بغيت حتى شي حاجة، بغيت رجلي تصح ليا ونخرج نخدم ونجيبها بعرك كتافي. عافاكم، بارطاجيو هذا اللايف. مطالب كيقول لك ولا رقم البطاقة ديالو، رقم لاكارت ديال لاكارت ناسيونال ديالك. سي مطالب رقم الهاتف ديالو هو 0627. قول لينا صفر ستة سبعة وعشرين صفر ستة سبعة وعشرين تسعود وعشرين سبعة وسبعين ستة وخمسين. هي راه كاينه اخ مطالب في العنوان، والاخوه المحسنين كاملين راه كاين الرقم ديالو في العنوان. فيها الواتساب هاد النمره ياك، راه فيها الواتساب، فيها تواصلوا معاه وتعاونوا معاه، مدوا لي عاونوه مسكين هو العواشر دابا وكيبكي، واتصلوا به فرحوه. هادشي اللي كنتمناو مشاهدي قناه شوف تيفي. كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى هاد البارطاج، يعني الا بارطاجيتوا هاد اللايف هذا. مشاهدي قناة شوف تيفي، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، ونتلقاو في بث مباشر واحد آخر. تبارك الله عليكم.